إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة ما جاء في حاطة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينيف لاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع السياسية في العراق، معنا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. مرحبا بكم دكتور رافع معنا. حياكم الله. أهلا ومرحبا أستاذ نصير. أهلا ومرحبا. أهلا بك دكتور رافع. هل هناك برأيك من جديد في هذه الإحاطة لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق لاسخارت في مجلس الأمن عن العراق، سوى ممكن أنها قد وصفت الأوضاع في العراق بالمزرية، ليس إلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ نصير، الحقيقة هي يعني ليس المهم أن تقدم لاسخارت أو أي مسؤول أممي قدم تقريرا دوريا مثل ما تقدم لاسخارت كممثلة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أن تقدم تقريرا دوريا منذ عام 2018 العام الذي وصلت فيه للعراق لحد الآن، تقدم تقريرا دوريا للمجلس الأمن عن أوضاع العراق. أقول ليس المهم أن تقدم هذا التقرير بقدر ما المهم ما الذي جاء في هذا التقرير. هذا التقرير اعترفت به لاسخارت بجوانب كبيرة من الكارثة التي حلت بالعراق، والمشكلة أن الأمم المتحدة شريكة في صنع هذه الكارثة كحال الولايات المتحدة وإيران وكثير من الدول التي شاركت في صنع هذه الكارثة للعراقيين. فبالتالي أنت يعني تطرح المشكلة وتطرح حلول في نفس الوقت، وأنت تتساءل كيف تطرح حلول وأنت جزء من المشكلة. نعم. الأمم المتحدة جزء من المشكلة التي حلت بالعراق الحقيقة، ويجب أن نعترف جميعا، وهذه كارثة كبيرة الحقيقة، لأنه الأمم المتحدة كانت شريكة في كل ما يحصل في العراق منذ عام 2003 حتى الآن، وحتى قبل ذلك، حتى بسنوات الحصار، ما يقرب من 13 سنة من الحصار القاتل اللي راح به أكثر من 1 مليون عراقي، يعني ماتوا بسبب قلة الدواء وقلة الغذاء. الآن الكارثة تتكرر من عام 2003 لحد الآن، العراق تحت ضغط هذه الكارثة الكبيرة التي جاءت بها أمريكا. ونعم الأمم المتحدة لم تفوض أمريكا في احتلال العراق، لكنها انصاعت لكل أوامرها وكانت شريك لها في كل ما حصل من عام 2003 لحد الآن على الأقل في احتلال العراق. فبالتالي أنت ترى أن المهم في هذا التقرير أنها تعترف بالمشكلة، يعترفون بهذه الكارثة، لكن السؤال هو من صنع هذه الكارثة؟ يعني هي تتحدث عن سياسيين مهتمين بالفساد وبالخراب، مهتمين بتنافس السياسي فيما بينهم، يحكمون العراق غير مبالين للشعب. طيب من جاء بهم هؤلاء؟ من دعم هؤلاء؟ يعني أعود إلى بالإسخار، عندما حصلت ثورة تشرين عام 2019 هي من كانت تدعم الحكومة، واضطروا المتظاهرين والناشطين إلى أن يتهموها بالانحياز للحكومة، وخرجت لتقول بالناس، قالت أنه يعني الأمم المتحدة شريكة لكل عراقي يحاول التغيير، بوحدته يستطيع العراقيون أن يحولوا بلدهم إلى مكان أفضل، ونحن موجودون هنا لتوفير الدعم اللازم. توفرون الدعم اللازم لمن؟ لعملية سياسية بائسة، تعرفون أنها بائسة، وتعرفون أن مدخلاتها ستكون مثل مخرجاتها فساد وخراب ودمار وطائفية، يعرفون هذا. وبالتالي النتيجة التي تتحدث عنها بالإسخارت معروفة من البداية، معروف أن الوضع بهذا الشكل. أنت تذهب أستاذ نصير وأنا أذهب وكل الناس عندما يتمرض أحدنا يعني وعافانا الله جميعا، نذهب إلى الطبيب ليشخص المرض ويصف لنا الدواء. هؤلاء يعرفون المرض، يعرفون المشكلة، وهم جاءوا بهذا الفيروس، هم من جاءوا بهذا الكارثة على العراق. فبالتالي أي دواء يصفونه لنا؟ يصفون لنا أنه يعني ينصحون السياسيين بأن عودوا إلى رشدكم وخل تمشي العملية السياسية في طريقها. ما هي العملية السياسية؟ هي أصل الكارثة. عندما تنصحونهم بأن ينتبهوا لأن يحلوا هذا الانسداد السياسي، ما يسمونه بانسداد سياسي أو فوضى سياسية، ما هم صنعوها، ما هم الكارثة. وحتى وإن حلت هذا الانسداد وهذا اللي تسميه هي فوضى سياسية، ولكن دكتور رافع من الالتباس،
إن سمحت لي، تلمح أيضا في أثناء كلامها بلاسخارت، نلمح أيضا ربما إشارة لتهديد حكام العملية السياسية الآن. يعني كررت بلاسخارت تقييمها السابق عن زيادة السخط الشعبي بأنه هذا مرشح للانفجار وما إلى ذلك في أي لحظة مع استمرار حالة الانسداد السياسي. هل تلمح من إشارة في أثناء كلامها في إيصال رسالة ما يعني؟ لا لا، الحقيقة هم يعني لا يهددون هؤلاء، يعني الحقيقة ربما ينبهونهم، ربما يترجونهم أن ينتبهوا إلى أن الشعب ممكن يثور فافعلوا شيئا لتهدئة هذا الشعب، يعني لحقن هذا الشعب بإبرة بمحلول معين يهدئ الشعب ويمنع عنكم هذه الثورة التي تزيحكم. هذا الوضع الناشئ في العراق منذ نحو 20 سنة، هذا وضع مثالي بالنسبة للدول التي جاءت به، هذا وضع مثالي بالنسبة لأمريكا التي تريد العراق قراب، وضع مثالي بالنسبة لإيران التي تجاور العراق والتي تريد العراق ضعيفا لكي تتمدد وتتغول، وهذا ما حصل. فبالتالي هذا الوضع يجب أن يستمر، ولا الكل تعرف عندما ينتقدون بهذا الشكل، عندما تنتقد الوضع يعني حتى على البيئة، عندما تحدثت في البداية عن البيئة وقالت أنه هناك عواصف ترابية هذه لم تكن موجودة، هي تتحدث عن بيئة، خراب في البيئة. طيب من مسؤول عن رعاية البيئة؟ أليست الحكومات؟ لماذا لم يكن هذا الوضع سابقا؟ وكانت حكومات ترعى البيئة. طيب من شارك في تخريب هذه البيئة؟ ما قوات الاحتلال الأمريكي شاركت بالقذائف التي رمتها على العراق، والأمم المتحدة تعرف هذا الموضوع، وأمريكا تعرف، وإيران تعرف، يعني الأمم المتحدة شريك. كل هذا القطع للأنهر، كل هذا التصحر، كل هذا الإهمال للزراعة، إهمال للصناعة، الاهتمام بالفساد والخراب، هذا كل أدى إلى هذه الكارثة التي حلت بالعراقيين، زيادة الفقر، زيادة الأمراض، زيادة الأمية، هذا كله تعرفه الأمم المتحدة. والغريب في هذا أستاذ نصير أنه مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وبلسخار تعرفها وهي جزء منها، مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تصدر تقارير دورية تتحدث عن أن العراق بلد فاشل، بلد من أعلى بلدان الفساد في العالم، بلد فيه انتهاكات لحقوق الإنسان، بلد فيه خراب، فيه عدم احترام للإنسان، ما فيه خدمات، طارد لأهله. وكل قوائم الأمم المتحدة منذ عام 2003 لحد الآن فيها ارتفاع كبير لطلبات العراقيين للجوء إلى الخارج. لماذا تحول العراق إلى طارد لشعبه؟ هذا متعرف بلسخارت، تعرفه لأمريكا ويعرفه مجلس الأمن. طيب وما الذي يفعلونه؟ لذلك أنا أقول لا يهددون، هم يريدون من الآخرين أو الذين يحكمون العراق أن ينتبهوا لهذه القضية لأنه ربما قد تؤثر عليهم، ليس أكثر. وأفهم من كلامك أيضا دكتور رافع أن يعني لسان حال بلاسخارت بأنه هذه المنظمة الأممية هي قد الآن تدين نفسها باعترافها هذا كما تفضلت بإقرارها، لأنها داعمة للولايات المتحدة عندما غزت العراق وتتحمل هذا الجزء من المسؤولية، الجزء الأكبر، وبالتالي الأمم المتحدة تتحمل أيضا جزءا بدعمها ومشاركتها، ليس كذلك؟ بالتأكيد. عندما تتحدث يعني أنت يعني نعود مرة أخرى لحديث البلسخارت أستاذ نصير، عندما تقول أنه يعني هناك جوانب السلبية بالحياة السياسية تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحاصصة أو الصفرية وهكذا تتحدث، إذن هم يعرفون أن المحاصصة هذه والسياسات الفاشلة تعيد نفسها، تعيد تدوير نفسها مثلما يعيدون تدوير النفايات، ماكينات تعيد تدوير النفايات وتقدمها بشكل آخر لكن هي تبقى نفايات وتبقى غير أصيلة. هذا ما يحصل في العراق، والأمم المتحدة تعرف ذلك، وأمريكا تعرف، ومجلس الأمن بكل أعضائه يعرفون ذلك. طيب لماذا يسكتون؟ يعني بعد 20 سنة أنتم تأتون على هذه التجربة الرثة التي جاءت بها أمريكا والتي قالت أنها ديمقراطية وازدهار وحياة جديدة وسمته العراق الجديد هي وبريطانيا. هو هذا العراق الجديد؟ هذا العراق اللي 1.5 مليون عراقي قتلوا فيه وأكثر من 10 ملايين عراقي هجروا منه وقتلت الكفاءات ودمر البلد ونهبت أمواله وخرب ووصل إلى هذا الحال البائس، والآن بعد 20 سنة من هذه التجربة العقيمة السيئة الكارثة الكبيرة تأتي بالإسقار ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لكي تشرح لنا الوضع؟ يعني هل هي يعني معلق رياضي يعلق على مباراة لكرة القدم ولكرة السلة والطائرة ويصف لنا اللاعبين وكيف يلعبون؟ هذا نعرفه، نعرف المشكلة، نعرف المصيبة، لكن
ما هو الحل؟ كيف تساهم الأمم المتحدة؟ كيف يساهم مجلس الأمن؟ كيف يساهم العالم في إنقاذ العراقيين من هذه الكارثة، من هذا البلاء، من هذه العملية السياسية؟ الكل يقف مع العملية السياسية، وهم يعرفون أن العملية السياسية هي بيت الداء وبيت الخراب، وفيها المحاصصة، والدستور هذا الذي كتبته أمريكا وجاء وطبق في العراق منذ عام 2005 إلى الآن هو أساس الكارثة. يعرفون ذلك، لكن يحاولون أن يلعبوا على الكلمات، يحاولون أن يمتصوا الغضب، يحاولون أن يتقربوا إلى العراقيين بهذه الطريقة، مثلما يعني كل أحزاب وقوى وشخصيات العملية السياسية عندما تقترب الانتخابات يتحدثون عن الأوضاع في العراق بطريقة أنت تستغرب وتندهش. طيب إذا يصفون الوضع بهذا الشكل، يتحدثون عن الفساد، عن القتل، عن الخطف، عن كل هذا، طيب من الذي يقوم بهذا الموضوع؟ أليسوا أنتم؟ يعني من المسؤول؟ هو الشعب اللي قام بالقتل والخطف والنهب والسرقة والفساد وتخريب البلد؟ هو الشعب؟ لو أنتم من كنتم طوال هذه السنوات من تحملتم مسؤولية هذا الخراب في العراق؟ طيب الآن تنتقدون هذا الوضع، وما الحل؟ الحل في أنكم أدوات للخراب ولستم أدوات للبناء، فبالتالي إزاحتكم وإزاحة العملية السياسية هو هذا الحل. أما أن تأتي بنسخار وتصف لنا الوضع للأمم المتحدة والأمين العام المتحدة ولمجلس الأمن بهذه الطريقة، نعم مهم، لأنه هو يوضح شكل الكارثة التي حلت بالعراق. شكل العراق الذي سمي عراقا جديدا، هذا العراق الذي أكدت عليه كل القوى المناهضة للاحتلال، وفي مقدمتها هيئة علماء المسلمين في العراق قالت من البداية من أول يوم أنه هذه كارثة، وهذه كارثة لا يمكن أن تكون يعني بلسم للعراقي، لا يمكن أن تأتي بالخير للعراقيين، وهذا واقع الحال. صحيح. وهذا ما وصلنا إليه بعد 20 سنة، وهذا وصف بالإسخار يؤكد هذه الحالة. نعم. من ضمن حديثي أيضا في هذه الإحاطة أن العراق ليس بحاجة إلى حكام مسلحين، هكذا وصفت يعني في تصريح أيضا متناقض آخر كما تفضلتم، يعني بلاسخارت ومنظمتها هي من أضفت وتضفي الشرعية على هؤلاء الحكام التي وصفتهم بالمسلحين، يعني حكومة ميليشيات، فما تعليقكم على ذلك؟ أولا أستاذ نصير، الحقيقة كل أهل العراق يتذكرون، كل المتابعين لأوضاع العراق وللإعلام يتذكرون أن بلاسخارت هذه ذهبت للجلوس مع ما يسمى رئيس أركان الحشد الشعبي، رئيس أركان الميليشيات أبو فدك. صحيح. وهذا الشخص متهم بقتل العراقيين بالتظاهرات، تظاهرات تشرين، متهم وواضح ورفع اسمه في ساحة التحرير وفي كل مكان، أنه يعني الذين قتلوا يقولون له يعني لبيك أبو فدك، إحنا نفذنا ما أردته، قتلوا المتظاهرين وجلست وذهبت وجلست معه يعني وكانت تتبادل معه الحديث، هذه وحدة، وجلست مع كثير من الميليشياويين من ضمنهم هادي العامري وغيرهم. لكن المهم في هذه القضية، هي تعرف الأمم المتحدة أنه السلاح مفلت في العراق، وتعرف أمريكا هذا، وأمريكا من ساهمت، هي من فتحت المعسكرات، من فتحت مخازن السلاح، وتركت هؤلاء يسرقون السلاح، وهي من تركت الحدود مفتوحة ليدخل السلاح ويدخل كل شيء للعراق، مخدرات وقنابل وأسلحة وكل شيء، وإرهابيين، كل هذا موجود. هم يعرفون هذا، إذن يعرفون أن العراق تحول إلى ساحة للصراعات، وهم كانوا يريدونه، وهم كانوا يأملون في هذا. لكن دعني أركز على جملتين قالت بلسخار في إحاطتها هذه. نعم. إذا سمحت لي. تفضلت. النقطة الأولى قالت أن هذا الأمر لا يتطلب، يتحدث عن الوضع العراقي وعن السياسيين المشغلين بمعارك السلطة وما لهم علاقة بالشعب، قالت إن هذا الأمر لا يتطلب يعني منا إدراك إنه هذا الوضع من المتعذر الدفاع عنه للإطلاق، يعني إحنا يعني ما يتطلب من عندنا شيء حتى ندرك إنه هذا الوضع من المتعذر الدفاع عنه على الإطلاق. طيب، هاي النقطة الأولى، إنه هذا الوضع غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه وواضح للعيان، هذا الوضع السيء في العراق، حكم العراق وحكم العملية السياسية وحكم كل هذه الأطراف، هذه النقطة الأولى. وقالت في النقطة الثانية جينين بلاسخارت، قالت أنه هل تسمعني؟ نعم دكتور، أسمعك. نعم تفضل. قالت أنه يعني العراق في نفس الوقت
انه الحاله في العراق ميؤوس من عندها ولا يمكن القبول بها، وانه قالت بانها حاله باتت مالوفه. طيب اذا كانت الامم المتحده تعرف ان الحاله باتت مالوفه، حاله المحاصصه وحاله الحياه السياسيه السيئه، المدخلات والمخرجات للعمليه السياسيه باتت مالوفه ومكرره، طيب لماذا دعمتموها طول هذا الوقت؟ اذا كان هذا رايكم بالعمليه السياسيه وهي عمليه محاصصه طائفيه وعرقيه، طيب كيف دعمتوها هذه؟ لماذا تدعمونها؟ لماذا وقفتم معها؟ لماذا لم يصدر بيان واحد من الامم المتحده يدين هذه العمليه السياسيه ويدين تصميمها وشكلها ويدين الدستور الذي يعملون به؟ لم يحصل هذا، بالعكس كل البيانات، كل التصريحات، كل الإشادات كانت تأتي من الأمم المتحدة ومن أمريكا ومن كل دول العالم بهذه العملية، وما زالوا يدعمونها. صحيح. وبدليل أنه هذا النظام الموجود في العراق الآن كل دول الدنيا تدعمه وكل السفارات تؤيده والكل يصفق له، على ماذا؟ وأنت تسأل نفسك يعني هل من المعقول أن العالم هذا فقد صوابه إلى هذه الدرجة ولا يرى هذه الكارثة في العراق؟ هل معقول أن الأمم المتحدة فقدت صوابها ورؤيتها ولا ترى الكارثة في العراق بهذا الشكل الذي يراه الشعب العراقي؟ فقط الشعب العراقي هو من 12 مليون تحت خط الفقر يأكلوا من المزابل، 9 ملايين أمي، المستشفيات غير موجودة، خدمات غير موجودة، البلد متصحر، لا زراعة لا صناعة، أسواق مفتوحة، مخدرات، كل شيء، يعني بس العراقيين ونزوح وتغيير ديموغرافي وميليشيات تتحكم وقتل وسجون سرية وتغييب، بس العراقيين يعرفون، هذا العالم لا يعرف؟ العالم يعرف لكنه يريد هذه الكارثة في العراق، يريد هذا الشكل في العراق. هذا النموذج الذي صنعته أمريكا يجب أن يحترم ويجب أن يبقى، هي هذه المشكلة. ولا أنت بالإسخار تتحدث بهذه الطريقة، تقول أنه هذا الوضع من المتعذر الدفاع عنه وواضح أنه نفتهمه وهذا الوضع مألوف، صار مألوف ولا يكون قبوله، طيب وما هو الحل؟ ما الحل؟ نعم. وأعود مرة أخرى أقول لك كيف تطرح حلولا؟ أنت جزء من المشكلة. صحيح. يعني من يطرح الحل يجب أن لا يكون جزء من المشكلة. الأمم المتحدة جزء من المشكلة، أمريكا جزء من المشكلة، إيران جزء من المشكلة. نعم. هذه الميليشيات وهذا الخراب وهذه الحكومات التي في العراق والعملية السياسية جزء من المشكلة. طيب. من يطرح الحلول الشعب العراقي ويجب أن يسانده. الشعب العراقي طلع مظاهرات وطلع في ثورة تشرين. من وقف معه؟ هل وقفت معه الأمم المتحدة؟ بيانات خجولة تحاول أن تجامل الحكومة وتجامل قواته، وهي تعرف أنه أكثر من 1000 شاب قتلوا في ساحات التظاهر في العراق. نعم. كله الناصرية والبصرة والكوت والعمارة والنجف وكربلاء وبغداد وغيرها، هم يعرفون 30,000 جرحوا في كل هذه الساحة، لكنهم لم يتحدثوا عن شيء، لم يقولوا ندعم أحدا، لم يقفوا معهم. نعم. بالعكس كانت بالإسخار تصدر بيانات في ذلك الوقت ما يصير تقطعون الطرق، لأنه هذه يعني شركات نفط واقتصاد البلد كله يموت، وأنت تتحدثوني عن شركات نفط ويجب أن ما تقطع الطريق ولا تظاهر حتى شركات النفط تشتغل. نعم. وحتى الأموال تجي لهذه الحكومة حتى يعيش الفساد وتكبر مؤسسة الفساد، هذه هي الحالة. نعم. أيضا من ضمن ما قالته دكتور رافع بلاسخارت في أثناء إحاطتي أمام مجلس الأمن، يعني من ضمن المصطلحات التي ربما لفتت أنظار الجميع استخدام مصطلح دبلوماسية الصواريخ، هذا المصطلح الذي استعملته بلاسخارت في الإحاطة عن العراق ربما في إشارة لقصف الميليشيات، واضح يعني، ولكن يعني ما الذي تقرأه دكتور رافع في هذا المصطلح أو التصريح؟ الحقيقة عندما يعني عندما تسمع هذا دبلوماسية الصواريخ، هي تتحدث عن الصواريخ التي قصفت بها إيران أربيل والتي قصفت بها العراق. نعم. طيب هو السؤال هنا يعني من جرأ إيران على العراق؟ يعني من جعل إيران تتحول إلى غول بالعراق وتسيطر على العراق بهذه الطريقة وتتصرف بالعراق بهذا الشكل؟ طيب السؤال الآخر، من جعل العراق ضعيفا إلى هذه الدرجة لكي لا يستطيع أن يرد أو لكي تكون هيبته مكسورة أمام الآخرين ولا يخشاه كل دول الدنيا لا تخشاه؟ من جعله هكذا؟ يعني من مزق العراق بهذه الطريقة؟ من دمر مؤسساته؟ من دمر جيشه؟ من دمر قدراته؟ من مزق شعبه ومجتمعه؟ من؟ ما هو هذا السؤال المهم. نعم. الأمم المتحدة كانت شريكة في كل ما يحصل، في كل هذا الخراب والدمار الذي حصل بالعراق
الأمم المتحدة شريكة فيه. وسأقول لك لماذا شريكة. لأنه الأمم المتحدة في ميثاقها، في كل قراراتها، في كل تجلياتها، في كل ما قامت عليه الأمم المتحدة، تقول إنها ترعى حقوق الناس والشعوب وتدافع عن حقوق الشعوب والناس، ولم تأتي للدفاع عن سلطات. طيب ماذا يحصل الآن؟ هي تدافع عن سلطات، تدافع عن قرارات لدول أخرى، هي دائرة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، تأتمر بالأوامر الأمريكية. فإذا ما حصل في العراق، هل دافعت عن الأمم المتحدة؟ هل دافعت عن الشعب العراقي؟ دعنا من شيعة وسنة وأكراد وهذه الكذبة الكبيرة الذي مصدقوا بها العراق، وكأن العراق حالة فريدة من نوعها بالعالم. يتكلمون عن المكونات، العراق فيه مكونات. كلما حدثت أحدا من الأجانب قال إنه العراق فيه مكونات. طيب هولندا ما بيها مكونات، أمريكا ما بيها مكونات، مجتمع مهاجرين، كندا ما بيها مكونات، روسيا ما بيها مكونات، إيران هذه 70 مكون بيها. طيب ما هو العراق شنو يعني؟ يعني غريبة. وشنو اللي العراق؟ ما هو عاش آلاف السنين بهذه المكونات من أروع ما يمكن. لم يحصل ما حصل فيه العراق من كارثة خلال هذه 20 سنة. طيب أنتم هل دافعتم عن الشعب العراقي؟ لا، لا أحد يدافع عن الشعب العراقي. هم يدافعون عن فئات معينة لكي يثيروا ضغائن الآخرين. يحاولون أن يعني يكونوا إلى جانب جهة معينة ضد جهات معينة لكي يثيروا الآخرين، وبالتالي حولوا العراق، وهكذا يريدون أن يحولوا إلى جزر متناحرة ببوصلات مختلفة، باتجاهات مختلفة، بأهداف مختلفة. هذا هو ما تريده. وهذه الإحاطة الحقيقية جزء من هذا التمويه، هذا التضليل، هذا الخراب. ما نريده من الأمم المتحدة ليس الوصف، ليست معلقة رياضية للأمم المتحدة، لا تعلق على مباراة رياضية. هذه مأساة شعب، هذه كارثة حلت بشعب. يجب على الأمم المتحدة أن تكون حاسمة ورأيها واضح وميثاقها جاهز، وتطبق ميثاقها بالشكل الصحيح في النظر إلى الشعب العراقي، هذا الشعب المظلوم، 20 سنة من الخراب والفساد والدمار، لا يحتاج هذه العملية. طلع في ثورة تشرين نادى بإسقاط العملية السياسية. إذن ثبت دور الأمم المتحدة أنه دور غير حيادي بل محايد، بل هو منحاز إلى العملية السياسية. شكرا جزيلا لكم دكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي. حياكم الله. لمرحبا. حياك.